عندما قرر حسن بعوم مؤسس الحراك الجنوبي العودة إلى المكلا أوقفته نقطة أمنية تابعة للانتقالي في مدخل مديرية الشحر ومنعته من الدخول. يعترض هذا الرجل على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ولا يرى فيه ما يلبي تطلعات الشعب الجنوبي. بطريقة أخرى يشعر الرجل أن الانتقالي اختطف القضية الجنوبية من أيدي حامليها الأوائل وبالأخص المحافظات الشرقية التي ينتمي إليها بعوم. السلام عليكم يا عيال عدن. شوفوا انا بحضرموت الان حق الزعيم باعوم. حق الزعيم باعوم يعني ما فيش زعيم بالحراك الجنوبي الا باعوم. ما فيش اصحاب القريه. ما فيش ميليشيا الانتقالي. نحن حياه مدنيه. هذا الزعيم حقنا. الزعيم حسن باعوم. نحن صح مظلومين مع عدن الان مشردين بس ان شاء الله بنرجع عدن. وبيدخل معانا الزعيم باعوم ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك يا عم حسن. في المقطع السابق يظهر بجوار حسن باعوم الناشط السياسي في الحراك الجنوبي عبد الفتاح جماجم. قبل أن يعتقل هذا الرجل مرة ثانية وهو في طريقه إلى المكلا كان قد اعتقل مرة أولى في عدن لخمسة أشهر والسبب انتقاده الأوضاع الأمنية. ستمر أيام على هاتين الحادثتين منع باعوم واعتقال جماجم وسيسمع الانتقالي مناديا ينادي للشراكة من المخا. طارق صالح بن سنحان يمد يده للانتقالي والانتقالي يلتقطها ويرحب. الطرفان تدعمهما أبو ظبي ويبدو الأمر كما لو أن الإمارات تقبل نفسها في المرأة. هذه دعوة طارق صالح للمجلس الانتقالي. يقول اجتماع المكتب السياسي اليوم في المخا من أجل شراكات حقيقية مع القوى السياسية الفاعلة. يقول نتوجه للإخوة في المجلس الانتقالي من أجل رسم شيء جديد للمستقبل يخدم كل يمني سواء في الجنوب أو في الشمال. هدفه يقول مقاومة الحوثي. التغريدات كثيرة. عبد الله راجح يقول إذا لم تستحف فعل ما شئت. الانتقالي يرحب بدعوة طارق صالح ويعتبرها دعوة صادقة بينما دعوة باعوم عن وحدة الصف الجنوبي غير صادقة من قبل الانتقالي. يقول سبحان الله نتحالف مع من يده ملطخة بدماء أبناء الجنوب ونتجاهل من ينادي للاستقلال. صلاح بابقي يقول الإمارات صنعت الانتقالي وطارق من أجل الإطاحة بالشرعية ولو كان طارق يريد ترك مشروع الإمارات فعلا لتوجه إلى الدولة عبر الطريق الرسمي وليس إلقاء الخطابات.